ده محامي وكان ثوري، حارب لاحتلال وكان مناهض لي، ناضل على الاستقلال بامان نادي الاهلي. كان حلم عمره يكون اول نادي وطني مختار التتش في 43، حارب الملك سفرنا لفلسطين، وال6-0 دي شرف ليوم الدين. موقف مختار وحيدة تجعل راس الاهلاوي صالح سليم القائد خير الرجال، الاب الروحي مضحى للكان، وفي حب النادي الاهلي كان داعي مجال في الجنه قدوتنا في عشق الكان. مستني ايه من جمهور روحه فداه غير انه يقاتل ويموت على الحريه، وفي سنه كفاح وانذار ضحينا للثوره 44 شهيد في الجنه عند الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله. طب يلا ابتدي من معانا من غير حلول نكتب نقول فريق عادل دايما على طول، من غير حلول نكتب نقول فريق عادل دايما على طول. افهمت بحبك كم مرة ان انا حبيتك من جوه. ايه القرف ده يا جدعان؟